السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم متابعيني الكرام؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل كبر حمام. كان في اخت هنا طلبته مني، هو شكله ليه شكل معين يعني، فانا ان شاء الله هعمله علشان خاطر هي تستفاد واحنا كلنا نستفيد معاها. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا دلوقتي هي الخامه دي بترجع للزبون او ليكي لو انت بتشتغلي بخامه معينه يعني والزبون عاجباه، فما فيش مشكله. انا دلوقتي معايا بواقي قماش كان فايض معايا يعني، فان شاء الله نستغله ونعمل منه كفر الحمام. انا معايا دلوقتي قماش قطيفه لكرة، معايا كده بواقي قماش، معايا قطعتين. احنا هنحتاج اللونين في الكفر. انا اخترت اللون الموف ده علشان معايا قماش مركون وكمان معايا اللون الرمادي ده، فانا هستخدمه مع بعض. بس الالوان دي طبعا حاجه ترجع لك. يلا بينا نسمي الله. انا دلوقتي المقاس اللي انا هشتغل عليه، هو طبعا انت بتقيسي غطا الحمام عندك، بس يعني هو بالتقريب كده تقريبا كلهم بيبقوا واحد. انا عندي المقاسات بتاعتي اللي هشتغل عليها، الطول 50 سنتي، الطول 50 سنتي. انا هقيس كده 50، الطول 50 سنتي. طبعا كالعادة يعني هنسيب 2 سنتي للخياطة، فانا هقص 52 سنتي كده اهو، 52 سنتي. بسم الله. تمام، دي الجزء معايا اللي هو 50 اهوت. طول العرض بتاعي هيكون 45، فانا برضو هقيس 45 سنتي، 45 سنتي. وطبعا هنحط 2 سنتي، هنعمل 47 سنتي. تمام. انا دي عندي مظبوطة، هقص عليها طبقة تانية يعني هقطع نفس المقاس بالظبط. انتي طبعا لو شغاله القماش على بعضه جايب معاكي المقاس اللي هو الطول 50 والعرض 47، يعني 45 2 سنتي يبقى 47، هتتني طبعا على بعض وتقصي. لكن انا علشان انا شغاله من بواقي قماش فبقص قطعتين زي بعض نفس المقاس بالظبط، فانا اهوت هحط دي على بعضها كده. هو حلو انك تستغلي بواقي القماش لو فايدة عندك، بدل ما ترميها تعملي منها حاجة كويسة زي كده تستفيدي منها وتعرضيها كمان لشغل. اهو انا كده اهوت حطيت القماشتين على بعض وهبتدي ان انا اقص الجزئية دي، ادي الجزئية دي كده بقى عندي كده طبقتين من القماش اهوت. انا هقص كل طبقه لوحديها واظبطها على بعضها علشان الناس اللي لسه بادئه لما تحطي الطبقتين على بعض ممكن ما تعرفش تظبطها، فانا هقص الاثنين كل واحده لوحديها. انا هبتدي ان انا ياخد كده شكل ال الغطا بتاع الحمام اهوت، هاخد الجزئيه دي كده وهاجي من هنا وهقص الدوران
طبعا احنا بنساوي كل الزيادات دي مع بعضها واحنا بنقص اهوت. ده الشكل معايا بتاع الغطا. طبعا لو في حاجة في القماش مبرومة وعملت معاكي زيادة زي كده هي هتخش طبعا في الخياطة. دلوقتي انا هقص الجزئية التانية، هخلي وش القماش في بعضه كده اهوت كده اهو. او لو عايزة تتني مثلا زي ما احنا تنينا الاول كده كده برضو اهو تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بتني كمان القماشة اللي هقص عليها كده وابتدي اخد القماشة اللي انا تنيها وقصيت عليها الاول وهياخد نفس الشكل بالمقص اهوت. ولو في زيادات او حاجة زي ما بقولك كده هتطلع معايا في الخياطة، هتخش معايا في الخياطة هتتدارى. وباخد من هنا الدوران زي الجزء الاولاني كده اهوت. زي ما انتم شايفين كده بقى معايا جزئين. طبعا انا هحط الجزئين في وش بعض كده اهوت كده. الجزء دوت هنخيط كل الجزئيه دوران ده كله، هنخلي الجزء اللي من تحت دوت اللي هو هنا هنسيبه ده كله هنقفله خياطة ما عدا الجزء دوت علشان نقلب منه. طبعا هنحط الوش في الوش ما ننساش، وهنقفل ده كله خياطة وهنسيب الجزء ده مفتوح عشان نقلب منه. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني معايا السيفون، هيبقى برضو العرض بتاعه نفس عرض الحمام 45، وطبعا 2 سنتي خياطة فهيبقى 47. والطول بتاعه هيبقى 30 سنتي. 30 سنتي احنا كده الطول معانا مظبوط، العرض العرض بتاعنا مظبوط. الطول هيبقى 30 اهوت، هنقيس 30 سنتي. وطبعا 30 دول مقاس كويس بالنسبة لك علشان خاطر الجزء ايه، احنا الجزء اللي ورا مش بنخيطه في حاجة او بنعمل فيه حاجة، ف 30 بالنسبة لنا كويس مش هنزود حاجة للخياطة فيه. بقى معايا القطعة ديت 40 45 في 30، دي الجزئية بتاعت السيفون. بقى معايا كده الجزء دوت والجزء الاولاني اللي انا هقفله ما عدا الجزء اللي من ورا هسيبه مفتوح عشان اقلب منه. دلوقتي انا بقى هقص شرايط بلون تاني للتزيين. هعمل منها كورنيش. فده كله يا جماعه انا شغاله من بواقي قماش، انت بقى لو معاكي هتعملي كذا واحد هيبقى معاكي القماش براحتك فيه. انا دلوقتي هقص شرايط بعرض مثلا حوالي 10 سنتي. 10 سنتي كويس بالنسبة للكورنيش اهوت. بظبط القماشة بتاعتي وبظبط كده الجزء اللي من هنا عشان لو القماش مش متساوي بسويه. اهوت هاخد 10 سنتي
10 سنتي للكورنيش، او ممكن ناخد 8 سنتي برضو كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كده بتقصي اول بس مقاس، وبعد كده بتحطي القماش على بعضها وبتقصي كذا شريط يعني حسب ما تستخدمي. طبعا احنا هنستخدم للقعده وللسيفون، فانا هحتاج على طول القماشه اللي معايا. القماشه اللي معايا طولها حوالي 2 متر، فهاخد منها الشرايط دي، هقص حوالي 3 شرايط بس، وبعدين لو احتجت تاني هكمل. انا كده معايا 3 شرايط اهمت. وهنعمل بقى الفيونكات. انا في الجزئية اللي من تحت دي هحتاج 3 فيونكات، فيونكة في النص وفيونكتين في الجنب كده. ده الشكل اللي الاخت طلبته مني، انا بنفذه عشان تبقى عارفاه. هحتاج 3 فيونكات، 2 هيكونوا رمادي اهوت. الفيونكه دي بقى انت العرض بتاعها على حسب ما انت حابه، عايزاها كبيره بتعرضي طبعا القماشه. انا شايفه ان الجزء ده مناسب، هقول لكم المقاس ده علشان لو حبيتوا تعملوا بيه. انا معايا حوالي 11.5، 11.5 حوالي 23 سنتي طول اهوت، 23 سنتي. والعرض بتاعها 14 سنتي. انا هحتاج من دي 2، اتنين رمادي. هحتاج 3 رمادي كده اهم، عشان احنا قلنا 3 فوق و3 تحت، بحتاج 3 رمادي. واحدة من الرمادي دول هحتاج معاها واحدة موف صغير اهيت، ودول الاتنين دول بتوع الغطا. في السيفون بقى انا هحتاج برضو 3، بس دول انا هعملهم عكس الفيونكات اللي من تحت. فانا هحتاج كده اقص شريطة برضو زي الشرايط اللي انا قصيتها دهوت، برضو حوالي 15 سنتي اهوت، برضو هحتاج 3 فيونكات. اهو دي واحدة، ادي 2 تمام، واحدة كمان ادي كده 3، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واحتاج الفيونكه الثالثه برضو زي ما عملنا في الثلاثه الاولانيين، احتاجنا عكس اللون، هحتاج برضو فيونكه هنا منها رمادي، وهوريكم ليه. انا دلوقتي هنطبق بقى طبعا اللي احنا قصيناه ده كله، هنقفله على المكنه، يعني الفيونكات هقفلها كلها على المكنه كلهم، والجزئيه ديت بتاعه الغطا هقفل كل الجهات بتاعتي بالدوران بكله، هسيب الجزء اللي من ورا ده هسيبه مفتوح علشان نقلب منه. انا مش هقلبه الا لما اوريكم، ومش هعمل حاجه تانية، هخلص ده وارجع لكم. بس ما ننساش نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هقفل دول وارجع لكم. انا هنا رجعت لكم بعد ما عملت الجزء اللي انا قلت لكم عليه، قفلت الخياطه في الجزء كله، وسبت دي مفتوحه علشان اقلب منها الكفر اهوت. انا لو هشتغل انا ببطن الجزئيه ديت سفنج
بحط طبقة سفنج بين الطبقتين الخياطة دول وبثبتهم وبخيط عليهم. لكن انا بعملها من غير سفنج علشان خاطر هي مطلوبة مني، واللي طلب مني ده معمول من غير سفنج، فانا حابة الشكل يطلع نفس الشكل اللي مطلوب. انا دلوقتي الجزء المفتوح ده المفروض ان انا هقفله، هاتني لجوه كده تانية صغننة القماشة وهقفلها بخياطة من بره. ودي الجزئية اللي هتبقى بتاعت الغطا بتاع القعدة، هحط الجزء ده، خيط الجزء ده كده واقفله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ما هقفل الجزء دوت بالمكنة خياطة، هشوف بقى هركب الاستك ده، هعمل استك هنا كده هثبته من الناحيتين، هاخد على قد الغطا بالظبط، على قد القماش بالظبط عرض، هعمل هنا الجزء دوت كده وهثبته، هثبت الجزئية دي استك، والجزئية اللي تحت دي كمان هثبتها باستك هنا اهو كده، مش من تحت خالص عشان الجزء اللي من تحت خالص ده ضيق. لا احنا هننزل هنا كده، يعني هنرفع هنا كده، هنثبت جزء في الاستك وهرجع تحت كده اهوت قبل الاخر بشوية، هثبت برضو هنا نفس قطعة استك كمان. ده قبل ما انا هبتدي كده دلوقتي، بعد ما ثبت الاستك في الناحيتين وخيط الجزئية المفتوحة دي، هبتدي اقلب بقى القماش على الناحية التانية، يبقى الاستك عندي من تحت، هقلب القماشة كده من هنا وهبتدي ان انا اثبت عليها شرايط اللي انا قصتها اللي هي الكورنيش. هبتدي طبعا ده هيبقى معايا مقفول وانا مركبة الاستك، هبتدي ان انا اعمل كورنيش كده، اللي هو هعمل كورنيش كده. انا عايزة اوريكم بس الطريقة، هعمل زي ما بنعمل كورنيش في اي حاجة، هبتدي كده من عند اول الجزئية دي وهمشي، كل ما امشي حوالي 5 سنتي هعمل كسرة، كل ما امشي حوالي 5 سنتي كده هعمل كسرة، وهاخد الشريط ده الف بيه طبعا كل الكفر بتاع الغطا، هعمل نفس الموضوع ان انا همشي كل 5 سنتي هعمل كسرة لحد ما اوصل للجزئية اللي قصاد اللي انا ابتديت منها، هتبقى فيه الجزئية اخرها عند الجزئية اللي انا هنتهي عندها، هيبقوا مقابلين بعض كده. كده يبقى الكورنيش تتركب على الجزء ده. هاجي برضو في الجزء بتاع السيفون، احنا قصين طبعا حتة القماش قطعة القماشة دي، برضو هنثبت عليها الكورنيش زي نفس الكلام، همشي 5 سنتي واعمل كسرة، 5 سنتي واعمل كسرة، هلف المستطيل كله نفس الموضوع، ان انا هعمل كسر في كل الـ4 الاتجاهات، والحمام نفس الاتجاهات كده. بعد ما اركب الاستك ده الجزء بتاع السيفون والقاعدة والكورنيش بتاعهم، الفيونكات انا هعمل الفيونكة كده، هبتدي زي ما عملناها قفلناها هي وخيطناها، هاجي في النص كده وملمة الفيونكة كده من النص، ودي واحدة رمادي صغيرة، احنا كنا قصينا 2 صغيرين علشان فيهم واحدة كده واخدة فيونكتين فوق بعض، وهجيب قطعة قماش من اللي انا طلعتها كده هوت، او استرس اللي انت عايزاه بقى. انا عن نفسي هستخدم قطعة القماش، الموضوع مش محتاج يعني شغل كتير كده اهو. هربط من النص كده تمام، هقص طبعا الزيادة دي عشان ما تكلمش معايا اهو، وهتبقى معايا الفيونكة ديت اهي، دي لونين فوق بعض. وبعد كده بقى هثبت برضو واحدة من الرمادي معاها، واحدة من الموف اهو كده نفس الكلام، وهثبت دي كده اهوت اهو، وهاجي اربطهم برضو من النص اهو. دي واحدة منهم هتتعمل على القاعدة، واحدة منهم على السيفون،
عكس الالوان، وهثبت برضو الرمادي دي من النص كده زي الفيونكه، هلمها زي الفيونكه، وبرضو هربط كده الجزء اللي في النص. هكمل بقى بقية الفيونكات بالطريقة ديت، وهثبت الكورنيش على الجزئية اللي انا شرحتها. هعمل دولم وارجع لكم تاني. وبس ما ننساش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا لي لايك الجميل بتاعكم اللي بيدعمني ويخليني دايما اعمل فيديوهات علشان نستفيد كلنا مع بعضينا. وما ننساش اهم حاجه، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا كده بعد ما خلصت الجزء بتاع الكورنيش اهو زي ما انتم شايفينه، ده الشكل النهائي للسيفون، ودوت الاستيك اهو ثبته زي ما انا قلت لكم، اتنين اهمت، والكورنيش اهو من قدام. انا دلوقتي هبتدي ان الخطوة الاخيرة دي، ان انا هثبت الفيونكات. انا عندي دلوقتي هبتدي اثبت فيونكة هنا في النص بالنسبة للغطا اهوت، يعني هوسطن ايدي كده هحاول اعملها في النص اهوت كده. عايزة تثبتيها بقى من الاربع جهات تمام، مفيش مشكلة عشان ما تتحركش معاكي. ماشي، عايزة تسيبيها حرة برضو عادي، مفيش مشكلة في كده اهو كده. وهثبت بقى انا عملت ديت رمادي، فانا هثبت هنا برضو الجزئية دي رمادي، فانا هعمل هنا كده في الجزء دوت اهوت فيونكة على الحرف من هنا، فيونكة على الحرف من الناحية التانية كده. ده الجزء بتاع الغطا بتاع القعدة اهو، ثلاث فيونكات زي ما احنا شايفين. الجزء بتاع السيفون انا كنت عاملة برضو تاني الثلاث فيونكات. هبتدي ان انا اثبتهم هنا، هثبت من على الحرف، انا هتني كده نصين علشان اعرف الفيونكة الاولانية اثبتها وعليها هكمل بقية الفيونكات. هاجي من النص كده اهوت، من عند النص كده احط ايدي كده. يبقى ده الجزء ده اللي هيتحط في الفيونكة هنا اهو، احط مش اشمع واجيب الفيونكة اللي هي معمولة من طبقتين واثبتها هنا كده اهو برضو من الحرف. وطبعا هثبت فيونكة من الحرف دوت اهوت كده مع الحرف ده، وفيونكة من على الحرف التاني كده. اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا اللي احنا عملناه ده مش هيبان الا لو حطيناه على القعده، فانا هحطه على القعده وارجع اوريكم الشكل النهائي. انا بس كنت حابة الفكرة توصل لكم، وللاخت يا رب اكون فدتها، الاخت اللي طلبته. واتمنى ان لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان ربنا يكرمني واقدر اكمل ان شاء الله في اللي انا بدأت فيه معاكم، نستفيد كلنا، واللي ليه طلب في حاجة ممكن يبعتها لي على الكومنتات. واهم حاجة دايما ان نذكر الله في شغلنا، ونسمي الله دايما في بداية كل حاجة بنعملها، ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنحطه على القعده وان شاء الله اوريكم شكله النهائي، ومع بعضينا ان شاء الله نكمل المشوار اللي بدأناه ونستفيد كلنا مع بعضينا. هحطه على القعده واوريكم شكله النهائي. لايك وتشتركوا في القناة عشان وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.